السلام عليكم إخواني الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد وتسريبات جديدة عن يوم الاثنين المقبل إن شاء الله. قبل البدء في الإطلاع على تفاصيل مقطعنا الأسطوري هذا إن شاء الله، لن تخسروا أي شيء إذا قمتم بالإشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد متعلق بلعبة أي فوتبول 2023. أما الآن يا أساطير، ودون تقديم سوف ندخل إلى يعني تفاصيل مقطعنا الأسطوري لهذا اليوم. سوف نتحدث عن باكات، يعني باكج الذي سوف يكون مكان باكج ديربي الميرسي سايد، كذلك سوف نتحدث عن باكج أسطوري سوف يكون داخل يعني متجر نقاط اي فوتبول إن شاء الله، كذلك سوف نتحدث عن الأحداث التي سوف تكون حاضرة معنا يوم الاثنين. أما الآن يا أساطير، سوف ننتقل إلى أول شيء سوف نقوم بالإطلاع عليه وكالعادة هي الأحداث التي سوف تكون حاضرة معنا يوم الاثنين، ثم بعدها سوف ننتقل إلى الباكات التي سوف تكون حاضرة معنا يوم الاثنين بإذن الله. كما ترون هناك ثلاث أحداث داخل اللعبة، ممكن أن تضيف شركة كونامي أحداث جديدة، ليس هناك أي خبر رسمي. المهم يا أساطير، سوف أشرح هذه الأحداث. الحدث الوحيد الذي سوف يكون حاضر معنا هو ناسيونال تيم، كما ترون من خلاله نحصل على 30,000 جي بي، ثم 30,000 جي بي يعني مجموع جي بي الذي نحصل عليه من هذا الحدث هي 60,000 جي بي إن شاء الله. الحدث الأول سوف أشرحه للناس الذين لا يعرفون التعامل مع هذا الحدث. هذا الحدث هو نحصل من خلاله على لفة مجانية داخل باكج نجوم الأسبوع الجديد بعد حصولنا على 3,000 نقطة. كما ترون أنا حصلت على 4,000 نقطة، يعني حصلت على 4,000 نقطة في يعني انتصارين وتعادل واحد، حصلت على 4,000 نقطة إن شاء الله بإذن الله. أما الآن يا أساطير، سوف ننتقل إلى كيفية اللعب داخل هذا الحدث وكيف نجمع النقاط أكثر داخل هذا الحدث. أول شيء يجب عليك أن تفعله يا أخي الكريم هو اللعب بتشكيلة كلها من دوري إنجليزي كما ترون يا أساطير، يعني حتى الدكة حاولوا أن تكون من دوري إنجليزي لكي أن تحصلوا على نقاط أكثر. أما الشيء الثاني والأهم يا أساطير هو الضغط على باراميتر دوماتش، ثم اختيار على اختيار الاول وبعدها اختيار اخر اختيار وهو ليجند، بعدها مباشره يمكنكم اللعب داخل هذا الحدث وسوف تحصلون على نقاط اكثر وسوف تتميمون هذا الحدث بسرعه فائقه باذن الله. هذا ما يتعلق بالحدث الاول. الحدث الثاني كما قلنا نحصل من خلاله على جي بي. الحدث الثالث سوف اشرح هذا الحدث، يعني للعب داخل هذا الحدث نفس الحدث الاول يجب عليك ان تكون تشكيلته كلها من دوري انجليزي اساطير، يعني حتى الدكه يجب عليها ان تكون من دوري انجليزي، تقريبا كل اللاعبين يجب عليهم أن يكونوا من دوري إنجليزي، بعدها وبعد جمع كل لاعبين من دوري إنجليزي أساطير سوف تصبح هذه العلامة الحمراء باللون الأزرق، ثم يمكنكم إتمام المهمات داخل هذا الحدث. وأول مهمة هي الحصول على نقطة، ثم 3 نقاط، ثم 5 نقاط، بعدها مباشرة سوف تحصلون على 50 كوينز. كما ترون هذه هي مكافأة هذا الحدث والحدث الوحيد الذي من خلاله نحصل على 50 كوينز، ثم 50 كوينز يعني هدايا تسجيل الدخول الأسبوعي. بعدها يا أساطير، وبعد الانتهاء من كل يعني الأحداث الممكن أن تكون حاضرة معنا يوم الاثنين بإذن الله، سوف ننتقل الآن إلى الباكجات التي سوف تكون حاضرة معنا. وأول باكج سوف أبدأ به يعني هو الباكج الذي سوف يكون مكان يعني باكجات، يعني سوف أشرح لكم يعني في نقاط أي فوتبول. كما ترون سوف تقوم شركة كونامي بإضافة 3 لاعبين داخل هذا المتجر، ويمكن شراء اللاعب الواحد ب5,000 عملة أي فوتبول إن شاء الله. وأول لاعب سوف يكون حاضر معنا هو لاعب ريال مدريد في مركز LWF هو هازارد كما ترون على الشاشة، ومن الممكن أن يصل الليفل ماكس الخاص به بعد تناسق الفريق إلى 97 إن شاء الله. ثاني لاعب سوف يكون حاضر معنا في مركز RMF ولاعب جيفونتيس كوادرادو كما ترون يا أساطير، ويمكن أن يصل الليفل ماكس الخاص به إلى 96 بعد تناسق الفريق، سوف يكون لاعب أسطوري إن شاء الله. أما بالنسبة إلى آخر لاعب هو مدافع تشيلسي شالوبا كما ترون يا أساطير، ويمكن أن يصل الليفل ماكس الخاص به إلى 95 بعد تناسق الفريق. كما قلت هؤلاء اللاعبين سوف يتم إضافتهم بإذن الله، ممكن أن يكون يوم الاثنين أو يوم الخميس المقبل، وسوف نقوم بشراء اللاعب الواحد ب5,000 عملة اي فوتبول إن شاء الله. هذه كل تسريبات يعني خاصة بمتجر اي فوتبول كما ترون. أما الآن سوف ننتقل إلى باكج الذي سوف يكون حاضر معنا، يعني مكان باكج ديربي الميرسي سايد كما ترون يا أساطير، يعني هذا الباكج تبقى له يوم 1.9 ساعات، وسوف أعطيكم إن شاء الله يعني باكج الذي سوف يكون حاضر معنا في مكان هذا الباكج وبنسبة 100%، ويمكننا ألف 3 لفات داخل هذا الباكج. هو الباكج الذي سوف يكون حاضر معنا وباكج فريق تشيلسي كما ترون على الشاشة، وأول لاعب سوف أبدأ به هو مدافع تشيلسي تياكو سيلفا ومدافع يعني فريق برازيل كما ترون، سوف يصل ليفل ماكس الخاص به إلى 97 أو 98 إن شاء الله. نأمل أن تكون نسخة أسطورية لتياكو سيلفا، يعني
مدافع أسطوري سوف تحتاجونه داخل يعني اللعبة. ثاني لاعب هو في مركز السائف هو مهاجم إن شاء الله أبو مايون كما ترون سوف يكون حاضر معنا إن شاء الله بليفل يصل إلى 96 بعد تناسق الفريق. اللاعب التالي الممكن أن يكون حاضر معنا هو وفي مركز LWF واللاعب السريع ستيرلينج كما ترون سوف تكون نسخة أسطورية له تصل إلى 97 بعد تناسق الفريق إن شاء الله. اللاعب الثاني حارس يعني فريق تشيلسي سوف يكون حاضر معنا كيبا كما ترون ويمكن أن يصل الليفل ماكس الخاص به إلى 95 بعد تناسق الفريق. بعدها سوف ننتقل إلى خامس لاعب ومدافع منتخب سينيغال ومدافع تشيلسي كوليبالي كما ترون سوف يكون من أقوى اللاعبين داخل هذا الباكج أو أقوى لاعب داخل هذا الباكج يمكن أن يصل الليفل ماكس الخاص به إلى 98 بعد تناسق الفريق إن شاء الله. وفي مركز DMF وسادس لاعب سوف يكون حاضر معنا وزكريا وسوف يصل الليفل ماكس الخاص به إلى 96 بعد تناسق الفريق إن شاء الله. أما اللاعب التالي وهو مدافع الثاني هافيرت كما ترون في مركز SA سوف يكون حاضر معنا بنسخة أسطورية 97 بعد تناسق الفريق إن شاء الله. أما بالنسبة إلى آخر لاعب سوف يكون حاضر معنا هذا في هذا الباكج تشيلسي هو مارك كوكريلا كما ترون سوف يكون حاضر معنا هذا اللاعب في مركز LB وسوف يصل الليفل ماكس الخاص به إلى 95 بعد تناسق الفريق إن شاء الله. لذلك أستطيع أنصح جميعكم أن يحتفظوا ب 100 كوينز على الأقل حتى أن تجربوا يعني لفة في هذا الباكج. إذا قمتم بالحصول على تياكو سيلفا أو كذلك ستيرلينج أو كوليبالي أو يعني هافرت سوف تكون نسخ أسطورية لهؤلاء اللاعبين. كذلك أبو مايانغ يعني باكج يعني متكامل جدا يا أساطير. سوف تحتاجون أي لاعب تحصلون عليه لن يكون لاعب ضعيف بل سوف يكون لاعب قوي إن شاء الله وسوف تكون أقوى نسخة للاعب الذي تحصلون عليه داخل اللعبة إن شاء الله. هذا هو الباكج الذي كما قلنا سوف يكون حاضر معنا في باكج الميرسي سايد إن شاء الله ويمكننا ألف عليه 3 لفات بإذن الله. أما الآن أساطير سوف ننتقل إلى باكج سوف أتحدث عنه سوف يكون حاضر معنا في باكج إن شاء الله البريميوم إن شاء الله. ممكن أن يكون حاضر معنا هذا الاثنين أو الخميس المقبل أو الأيام المقبلة إن شاء الله. المهم هذا الباكج يعني موجود داخل بيانات اللعبة أريد أن أشارككم إياه إن شاء الله ولما لا. وهو باكج خاص بلاعب أسطوري وكلكم تتمنون أن يكون حاضر معنا داخل اللعبة وأن أن يكون حاضر معكم إن شاء الله لما لا داخل تشكيلتكم. وهو اللاعب الأسطوري رونالدينيو غاوتشو كما ترون على الشاشة سوف تكون نسخة أسطورية له أقوى نسخة داخل اللعبة لما لا يا أساطير. سوف يعني تكون أقوى من نسخة الإيبيك وكذلك أقوى من نسخة يعني الإيكونيك مومن. هذا الباكج كما قلنا سوف يتكون من 11 لاعب ويعني سوف يكون من بينهم رونالدينيو غاوتشو إن شاء الله. ويمكننا شراء هذا الباكج ب 1500 كوينز إلى 2000 كوينز بإذن الله. هذا هو باكج البريميوم ممكن أن يكون حاضر معنا. من الممكن يا أساطير أن تكون باكجات بريميوم جديدة لما لا يا أساطير وتكون خاصة باللاعب الأسطوري ليونيل ميسي وتكون نسخة FC بارسلون. كذلك من الممكن أن تكون يعني نسخة للاعب الأسطوري يعني نايمار جينيور لما لا يا أساطير. كل شيء ممكن داخل لعبة أي فوتبول 2023. هذه كل تفاصيل بيس موبايل ليوم الاثنين المقبل إن شاء الله. أتمنى أن تكون تسريبتي في المتناول يا أساطير ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.